السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا حبكم متابعيني في كل مكان. للمرة الثانية يا جماعة، أنا وأخويا ربيع وأخويا عيد وأخويا خالد جينا المنطقة دي. طبعا دي يا جماعة منطقة وادي الريان، فيها أنواع كتيرة جدا من السمك. طبعا فيها قراميط، فيها قشرة بياض، السمكة فيها بتصل لحد 120 كيلو 130 كيلو. طبعا احنا كده بنعمل نص دايرة وبنصطاد جوه منها، ففي طبعا سمك بيهرب من فوق الغزل وفي سمك بيهرب من تحت الغزل، وطبعا بنصطاد الحمد لله كميه كتيره من السمك، فدعواتكم معانا ان شاء الله. يا جماعه اول سمكه جابها الشيخ ربيع. خد يا خالد ماشي هجرس عاش. ان شاء الله طبعا يا جماعه مكملين معاكم.
طب ده الجاب يا الحاج خالد. التليفون جه على ميه. هو ضربها اللي قبلك؟ يا اخي لا والله. الفيل لنفسه حتى نعدي حد من عندي. والله العظيم فضل عدى من عندي. انت بالعظيم يا اخي. جبتكم؟ ايوه. جبتكم؟ ايوه. محمد معك عربي. عدي بس ديكنا عدي طبي ابيه بس خلاص حط لك بابا انا دي نقطة قدام محمد في الاول ها دي نقطة قدام محمد في الاول لا ما تشوف ايوه هنا ايوه بس بس رح نطلع هنا حد دخل فيها عود طيب انا هنا هيك مكان ما ينفعش اسيبه امسك هات هاي ايوه
الفنيات بتاع اخو خالد. يا طبعا معلم خالد اللي جابها يا جدعان. هو الفنان جد تبعت مني. خد بالك عاش ده ابو عودي. خد طب خد الدهر وانت مش خد. هات لنا ابو عودي جاي. اجمل اجمل جت. خدها خدها بص بقى بص بقى امسك ايدك. خد الدرد معاك. خد بقى قرب خالد جاي. يا وطن ثبت وجود. واو ريحني يا عبد. والله ربيع. ايوه هنا ربيع. واحد بري كده هنا ربيع ثاني. منو بري كده ربيع؟ والله هنا ربيع. فين منو بره تبعي؟ دخلت الكاميرا ودخلت التليفون ودخلت الشلال. سيد النهارده طبعا ده بلطي وده سمك القشره. الشمس الشمس عجبك الفيديو دوس اشتراك وفعل الجرس مع مصطفى اجرس زي ما هتحضركم كل يوم جديد.